خلونا بقى نروح لصور تمثال الفلاحة المصرية. الصور دي الحقيقة انتشرت خلال الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي مع موجة من الغضب والسخرية بين رواد الفيسبوك بسبب قرار حي العمرانية بدهان التمثال التاريخي مما أدى لتشويهه. طبعا التعليقات أو ردة الفعل الغاضبة من هذا القرار دفعت دكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة لتشكيل لجنة فنية من قطاع الفنون التشكيلية وجهاز التنسيق الحضاري لإعادة التمثال مرة أخرى لشكله المميز. طيب الصور طبعا قدام حضراتكم على الشاشة، ولسه حتى الأسبوع اللي فات كنا بنتكلم عن النحت وعن التماثيل وقد إيه إحنا عندنا يعني تماثيل رائعة للغاية، والفن النحت المصري الحقيقة العالم كله بيقدره، لكن للأسف هناك البعض ممن يعني مش عارفة إيه السبب، ولكن هناك البعض ممن يتجه لتشويه هذه التماثيل. حضراتكم شايفين الصورة قبل وبعد، يعني قد إيه كانت بديعة ورائعة وقد إيه الصورة بعد الحقيقة يعني بتشوه تماما طبيعة التمثال اللي ما كانش محتاج لكل هذه الألوان يعني أو لما تم فعله به. طيب معانا الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة. مساء الخير وأهلا بحضرتك يا دكتور، وتابعت إزاي الانتقادات اللي وجهت للحي بعد دهان التمثال بهذا الشكل اللي احنا شفناه؟ أولا مساء الخير أستاذ ريهام. مساء الخير. ثانيا أنا متابع الموضوع من الصبح، وهي الحكاية بسيطة خالص. يعني المفترض ان في قرار رئيس مجلس وزراء في هذا الشأن بيقول ان تجميل الميادين سواء تماثيل او تماثيل اثريه او غيره يكون ما بين وزاره الثقافه ووزاره الاثار كلهم فيما يخصه، باعتبار ان دي تماثيل مش اثريه. فاذا وزاره الثقافه فيها لجنه شكلها بقرار وزير مهمه جدا اللي هي مسؤوله عن تجميل الميادين، لجنه مشكله من جهاز التنسيق الحضاري وقطاع الفنون التشكيليه، وبعتنا للمحافظات كلها وخدوا راينا مجانا احنا يعني نستشاركوا، اللي عايز يعمل حاجه زي كده يقول لنا او عايز يجمل ميدان يقول. ده دور اللجنه ان هي تروح محافظات، دور اللجنه ان هي تجمل ميادين. لكن في النهايه اللي بيحصل حاجه محزنه، والتشويه ده يعني هل يحق لاحد من كان يعني انه يدهن حتى وان كان الحي انه يدهن التمثال او تمثال تاريخي بهذا الشكل دون تنسيق معكم، يعني بعد القرار الوزاري اللي حضرتك كلمتنا عليه؟ لا ما ينفعش يا فندم، طبعا لا يحق. وقد يكون الهدف نبيل والاجراء خاطئ، بمعنى هو شايف من وجهه نظره انه بيجمل، لكن هو في الحقيقه بيشوه مش بيجمل، لانه مش شغله ومش تخصصه. بالظبط يا فندم كده، ده بيترتب عليه ان طبعا سياده الوزيره كل تمثال يحصل فيه كده نعمل لجنه، قسم الترميم يطلع، نروح نرجع التمثال لاصله، بنتكلف حاجات كتير. اجراءات الجهاز ايه لاعاده شكل التمثال لوضعه الطبيعي لاصله زي ما حضرتك بتقول؟ بيطلع فريق من اداره الترميم في قطاع الفنون التشكيليه على اعلى مستوى يرجع التمثال لحالته، وبيبدا يزيل طبقات الالوان بمواد طبعا كيماويه وطرق مختلفه وتكنيك مختلف. لكن في النهايه ده مجهود طبعا. خدوا راينا مجانا استشاري، يعني احنا مش مانعين والله، بالعكس يعني الحي او whatever اللي بياخد قرار يعني يبعت للجنه يقول لهم ادوني راي بس. ولو طيب وهل يعني اعاده التماثيل لما بيحصل معاها كده اعادتها لوضعها الاساسي او الاصلي او الطبيعي، هل هو الموضوع مجرد مجهود ولا احيانا من الممكن انه ما تعرض له من تشويه من الممكن انه ياثر على يعني انه ما يرجعش بالظبط للوضع الاصلي بتاعه؟ لا هو هيرجع زي ما هو بالظبط، لان فريق الترميم ده فريق محترف، لكن كويس. في النهايه هو مجهود وفلوس ووقت طبعا، يعني وفروا لا داعي له يعني. بالظبط كده، خدوا راينا ببلاش، صحيح يعني ما فيهاش اي حاجه، ده رايي يعني. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور خالد سرور، شكرا لحضرتك يا فندم.